محمد بن نامي نامي اي نامي اسمه نامي اي نامي معه هذا ولد الخله اقسم بالله يا رجل لا ضحك. السلام عليكم مساك الله بالخير يا ابو سلطان، كلامي هذا موجه لاخوي تركي الدوسري. قرارات اللي اصدرتها قبل شوي على العين والراس يا تركي، لكن القرارات ما جازت لي لا انا ولا البعض من اخوياي المتسابقين. حنا هضم حقنا في فقرة المكتبة، فقرة محمد عباس. المفروض كل شخص فاز في المجموعة الأولى 2800 والمجموعة الثانية والثالثة مثل. كل شخص له خطوة معينة أو درجة معينة. فقمت قبل شوي يا أبو سلطان وكنسلت القرار هذا وخليت الدرجات تتوزع على الجميع، مثلا 2800 يتقسمونها المجموعة. فأنا أشوف القرار هذا غير صالح لنا والقرار هذا ضدنا وحنا هضم حقنا في هذا القرار. أنت شخص يا أبو سلطان المفروض تكون عندك خلفية عن الفقرات اللي راح تقدم. حنا نجتهد ونبذل قصارى جهدنا عند الفقرات وعند الرياليتي عشان نجمع نقاط. فتي وتهضم حقنا يا أبو سلطان هذا شيء غير صالح لنا. فالشيء اللي ما يبنى على أساس ينهد صرحه. فأنا أشوف لازم تكون عندنا آلية واضحة. حنا المتسابقين مظلومين لأبعد الحدود، ما عندنا آلية واضحة تبين لنا الفقرة الفلانية الساعة الفلانية ونقاطها كذا عشان ما نرد ونحتج عليها. وأنت يا أبو سلطان المفروض تكون عندك معلومة عن الفقرة هذه، إذا ما كانت عندك معلومة عيل كل من هب ودب يدخل وبيسوي فقرة. فلازم يكون عندك شيء واضح وحنا يا المتسابقين تكون عندنا آلية واضحة عشان الجمهور يدري وش حنا نسوي وش حنا ما نسوي. فحنا نبذل قصارى جهدنا، حنا نرقد من بعد الفجر نقوم قبل الظهر، هذه 6 ساعات يمكن 7 ساعات نجتهد فيها ونقدم قصارى جهدنا وتي وتهضم حقنا. والسلام عليكم.